والحرفنه. الله عليك نواف عبيد، نواف عبيد عيدها يا مخرج، عيدها والله تستاهل اعاده مره وثنتين وثلاث. ليش؟ لان فيها ابداع وفيها قوه تركيز وفيها عطاء عالي على مستوى عالي. فاضل نوح والاخر يحاول ايضا يقدم، لكن ايضا شوف 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 بستكي. شوف البستكي امتصاص الكره، القدره على امتصاص الكره لكي لا تهرب، لكي لا تذهب مره اخرى للفريق الخصم، وبالتالي ايضا هذه من المهارات العاليه للاعب. طبعا اول ما تلامس اللاعب الكره فلا يحاول انه يستخلص يخلص الكره باسرع وقت، لا تحسب عليه 10 ثواني. حسين مشيمع مدرب المنتخب البحريني غير راضي، غير راضي نعم عن اداء اللاعبين. واضح واضح تقاسيم الوجه تتحدث احيانا. اما المدرب المنتخب الاماراتي استاذ احمد رفيع عرف يقرا المباراه في الشوط الثاني، في ما في تغيير ولا لاعب، وتحدث عن الهجوم وقال ان الهجوم هو عنصر، هو مفتاح الفوز لدي، انا العب بشكل هجومي، لا احب التحسينات الدفاعيه كثيرا. نعم. اعتمد على هذا ما تحدث به السيد محمد رفيع طبعا من خلال لقائنا فيه قبل انطلاق المباراه، تحدث ان التحسينات الدفاعيه ليست همي الاول، وانما يعني التعزيز الهجومي والهجوم المباغت والهجوم السريع والهجوم الخاطف هو من يعني اول اولوياتي، وهو من يعني هو مفتاحي للفوز. هذا السيد فيصل الجيزاري الحكم الدولي السعودي، واحد من حكام اللقاء، الى جانب ايضا الحكم الاخر حسين حداد من دوله قطر، والاثنين دوليين وقياده ممتازه لحد الان. نعم لطاقم تحكيمي من المملكة العربية السعودية وأيضا من دولة قطر. وهنا شوف التقاطع الجميل، شوف المتابعة من أحمد يعقوب كانت ممتازة كابتن أحمد، المتابعة شوفوا التقاطع، التقاطع على شكل يعني طريقة لبيانو، على طريقة نعم. يعني الآلة لبيانو، شوف تناغم وأداء جميل بين اللاعبين. أحمد يعقوب يعني غطى مكان عبد الرحمن البستكي، عنقد الموقف. نعم. وبالتالي هذا مطلوب طبعا، التعاون والتغطية مطلوبة، من الأشياء المطلوبة لمثل هذه اللقاءات. شوفوا هنا ايضا محسن عبد الرزاق يعني يقدم. تفضل تفضل. طبعا لاعب الوسط الفريق البحرين رقم ثلاثة كاد ان يتسبب في ضربة جزاء، طبعا كرة عالية بس الحمد لله انها نزلت في الوقت المناسب. نعم. اذا محسن عبد الرزاق كان ان يعني يتسبب، والان ضربة جزاء، ضربة جزاء للفريق البحريني. ايوه هذا شوف عبد النبي، شوف لا 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 كرة خارج، ما استفاد ابدا. نعم. يعني لعبها، اراد ان يلعبها في زاويه صعبه، لكن اعتقد ضربات جزاء لا تحتاج لمثل هذه. نعم. يعني اختيار الزوايا الصعبه للغايه، تحتاج الى تركيز والى قوه اعتقد ربما كابتن حميد. هي لازم اللاعب لما يلعب الكره اما يرميها قطريه على اساس اللاعب الوسط يعرف وين الكره تجي، يسمعها سمع جيد. الان عبد الرحمن البستكي، شوف الان شوف الان في مستقطع للمنتخب الامارات، الاماراتي عن طريق السيد احمد رفيع. احمد كابتن احمد رفيع الان متقدم بفارق 3 اهداف، ويتبقى 3 دقائق من عمر الشوط والمباراه. ماذا يريد كابتن حميد الكابتن احمد في هذه الاوقات؟ طبعا المدرب الحين يعطي تعليمات للعيبة على التركيز التام، عدم يعني يخبرهم عن المخالفات، لا يرتكبوا أي مخالفة. هذا طبعا رئيس الاتحاد الدولي الفنلندي كاري من فنلندا، هو رئيس الاتحاد الدولي لكرة الهدف. كاري يتواجد أيضا رئيس الاتحاد الدولي لكرة الهدف للمكفوفين. هذا هو، شوف هذا السيد كاري من فنلندا، وهذا جاسم مبارك، شوف هذه صورة رئيس الاتحاد الدولي لكرة الهدف للمكفوفين السيد كاري من فنلندا، يتواجد هنا في هذه البطولة. أهلا وسهلا بكل الضيوف. هنا أحمد رفيع مدرب المنتخب الإماراتي، رغم أنه متقدم لكن أيضا هو يعني كأنما هنا أيضا شوف كرة لصالح المنتخب الإماراتي عن نواف عبيد لاعب الأميز في اللقاء، ولديه 3 اهداف على المستوى الشخصي. هنا المحاوله، لكن ايضا الكره تصدى لها فاضل نوح، والان تصدي للعبد والان تصدي من عبد الرحمن البستكي، ايضا واحد من اللاعبين المميزين على مستوى منتصف الملعب. محسن عبد الرزاق هو الاخر، حصل الكره يلعبها لفاضل نوح، طبعا يريد ان يستفيد
من عنصر اللياقة البدنية لهذا اللاعب ليلعب الكرة، على اعتبار أنه نازل في الشوط الثاني. لكن البستكي عبد الرحمن، عبد الرحمن البستكي، عبد الرحمن البستكي، يعني قدرته على التمدد وقدرته على الانقضاض والقدرة السمعية العالية لهذا اللاعب فعلا سبب أعطى يعني زخم للمنتخب الإماراتي. نعم. وصعب الموقف على المنتخب البحريني. هنا المحاولة لكن أيضا تصدي من نواف والعارض القائم يقف لصالح المنتخب الإماراتي في هذه اللحظات. أعزائي المشاهدين أينما كنتم في الوطن العربي الخليج، في الوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج، لم يبقى كثيرا على هذا اللقاء، لم يبقى الكثير، لكن بقى أن نقول أن في الجولة أو في الجولة الأولى طبعا المنتخب السعودي بنتيجة عريضة كسب المنتخب البحريني 11-3. الأهداف كلها أتت عن طريق اللاعب المميز عمر الرشيدي، بينما المنتخب الإماراتي تعادل في أول لقاءاته مع المنتخب. شوف المنتخب البحريني يطلب وقت مستقطع، يطلع بوقت مستقطع كابتن، يعني أعتقد أن الأمور حسمت للمنتخب الإماراتي. نعم. وبالتالي حسين مشيمع مدرب المنتخب البحريني ماذا يريد؟ أن يطلب وقت في وقت انتهى. نعم. فيه كل شيء، انتهت الرواية وانتهت القصة، أن فرق 3 أهداف صعب الحين في دقيقة أن تحرز 3 أهداف. طبعا المدرب الإماراتي عرف يقرأ المباراة بشكل جيد، الأستاذ أحمد رفيع ما شاء الله عليه مدرب ممتاز، وأيضا نفس الشيء الكابتن أحسين مشيمع مدرب المنتخب البحريني. شوف هذا محسن عبد العزيز عبد النبي لعب كرة أيضا قوية، لكن تصدي كان من نواف عبيد، لاعب مميز، لاعب لديه إمكانيات عالية ولديه أيضا قدرة عالية على صناعة هجوم سريع. هنا فاضل نوح يلعب كرة سريعة، لكن أحمد يعقوب أيضا واحد من اللاعبين المميزين في هذا اللقاء. نعم. وقدم عطاء ومردود ممتاز على مستوى أرضية الملعب، نجح في إحراز 3 أهداف على المستوى الشخصي له في هذا اللقاء. هنا المحاولة فاضل، لكن وين يا فاضل، وفاضل من عمر اللقاء دقيقة، فاضل من عمر اللقاء دقيقة وتنتهي الأمور. أعتقد أن الأمور حسمت للمنتخب الإماراتي في هذا اللقاء، في ثاني لقاءات هذه البطولة، بطولة الألعاب الخليجية الثانية لكرة الهدف، والتي تقام هنا في مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة. وشكرا أيضا للأستاذ عبد الهادي الدوسر الذي مدير مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، التي قدم لنا كل التسهيلات من أجل أيضا إنجاح وإبراز هذا الحدث الرياضي، بطولة الألعاب الخليجية الثانية التي تقام هنا في المملكة العربية السعودية، في البطولة الأولى التي أقيمت في مملكة البحرين. المنتخب السعودي هو كان أول حاملين لألقاب هذه البطولة، التي إن شاء الله ستستمر إلى أعوام وأعوام مديدة إن شاء الله بعمر هذا الخليج. وطبعا حل في المرتبة الثانية المنتخب البحريني، الثالث قطر، الكويت التي غابت عن هذه البطولة، والإمارات في الخامس، عمان سادسا. إذن هذا كان ترتيب البطولة الأولى التي أقيمت في مملكة البحرين. هنا فاضل نوح ولعبة اللعبة الأخيرة، ربما تكون اللعبة الأخيرة. نعم. وهنا أحمد يعقوب يحاول يستفيد أيضا من الوقت، من تمرير الوقت، يلعب بهدوء الثواني الثانية الأخيرة. إذن أعزائي المشاهدين أينما كنتم في الوطن العربي الكبير، أرحب بكم وأحييكم، وعلى المحبة اجتمعنا، على المحبة دائما نلتقي. انتهى اللقاء بين منتخب المملكة البحرين ومنتخب دولة الإمارات لصالح منتخب الإمارات 7-4. طبعا الإمارات تعزز حظوظها بشكل قوي على المنافسة على لقب هذه البطولة. البحرين بعد الخسارة الثانية أعتقد أنها غادرت المنافسة، طبعا غادرت المنافسة على لقب البطولة، بالتالي ربما تبحث عن تحسين مراكز، تلعب على تحسين المراكز. لقاء آخر راح يجمع المنتخب القطري مع المنتخب السعودي بعد قليل. أعزائي المشاهدين استمتعت أنا زهير الضامن وإياكم في هذا اللقاء. إذن كل الشكر والتقدير للزميل العزيز
حميد الحارثي الذي وصف معي وطبعا حلل هذا اللقاء. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في القادم من الأيام. زهير الضامن، دورة الألعاب الخليجية الثانية للمملكة العربية السعودية كرة الهدف هنا من مدينة الدمام. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.